مشاهدينا، وهلا صار وقت تنضم لنا بتول. بتول يا هلا يا هلا. مساء الخير، مساء الخير يا داليا، مساء النور والهنا والسرور. يا الله، لا 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 لا، انا بس تكوني هيك بقول في قنبله بدك تفرقعيها، ما في مجال. بس بدي اقول لك شغله قبل، لانه في ناس عم تسالني عنك وعم بيقولوا لي ليش هي ما عم بتكون معك بقلب الاستوديو. فانا قبل احنا بنشكل خطر على المجتمع، صرنا لا سمح الله شائم كامل، تترقنا بشي محل بنروح معنا نفس بريئين يا داليا. هيدي مشان سلامتنا يعني، نحن مش هيك؟ بالضبط بالضبط يا داليا، والله انك بتفهمي بالاصول. انا ليكي ها بديش عاتبه، بعيد الشر عن قلبك. ليه بدك تعاتبيني؟ بس انه يعني بتقوليش مثلا فيم وناضلي اسمها بتول، هات لنسال بركي ماتت. لا 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 لا، اول شيء لحظه، ترقتها شابيكانتو. اول شيء لحظه، بعيد الشر عن قلبك. تاني شيء، مين قال لك انه انا ما بسال؟ انا دائما بسالهم لفريق العدد، بقول لهم كيف بتول، شو اخبارها، وين رح تطلع معنا؟ بيقولوا لي لا، بتول بسبب الاجراءات الامنيه في صعوبه انها تكون موجوده معنا، ما بسال اكثر حفاظا على سلامتك. هو العتب عقد المحد يا المحبه يا داليا. اعتبي اعتبي حبيبه قلبي انت، انا ما بزعل منك اساسا، بس قولي لي هسه هلا انا شو؟ لا لا قولي لي هسه شو؟ مش حكذب عليكي يعني اقول لك انه كنت بجنوب عم حارب، لانه بصراحه تركت القتال ولقيت ماي باشن اكثر بالدعاء. ايه؟ بدعي بدعي، مش بالمقاومه، في كتيبه الدفاع جوي وكتيبه الرضوان. ايه؟ أنا هلأ سلموني كتيبة جديدة للدعاء، بس بدعي إيه؟ والحمد لله كتر خير الله يا داليا، عم نحقق إصابات مباشرة أدنى قد المجاهدين. محسوبتك بتول، كل ما ترمي دعاء بينتشل من مسؤول إسرائيلي. من أسبوعين تلاخد دعاء موجه لهذا شو اسمه نتنياهو، قام انفتق هديك الأسبوع، شبق الدعاء انقضاضي، عمل حادث العرات وزير الأمن بن غفير. أوكي. وآخر دعاء ترقته لعضو الكنيسة استطايق كيحلو يا داليا. فأنت مركزة على الدعاء هلأ؟ إيه هلأ هالأسبوع رح رك أدعي على الحكيم، لا مش تبع لبنان يا داليا، الحكيم يلي عم بيعالج المسؤولين الإسرائيليين. إيه شو بك تدعي عليه؟ ادعي عليه انه يتخدروا ده ويتخدروا جراه ويناموا عيناه ومعاش يعرف يحكم بالمره يا داليا. طيب لكن يعني انت هلا هتضلك مختفيه وعم بتكمل الدعاء لا بال ما الله يفرجها يعني؟ تعرفيش امتى بطب عليكي بالاستديو؟ اهلا وسهلا فيكي حبيبتي. بتنوري. شوفي يا داليا، اسا هلا هذا مش موضوعنا، انا هوليك يعني برغش بالنسبه لنا. مدام داليا، نعم، شفتي الرئيس بري مع الخريطة؟ شفتي الهيبة؟ شفتي الأتيكيت بحمل الخريطة؟ يخزل العين عنه. عنده ثقة وكاريزما، هو عم يشرح بهالخريطة كأنه ماسك منيو تبع ماكدونالدز يا داليا، عارف كل وجبة، قصدي عارف كل ضيعة يا داليا. لا بدي أقول لك أنا بوافقك، يعني صراحة الرئيس بري عنده كاريزما مش عند حدا. يعني شو بده يحكي؟ طبعا الاعلام يعني ما خبركنش انه انا اللي طبعت الخريطه للرئيس بري واشرفت على اللقاء، بس انا رح خبرك يا داليا. ايه خبريني. دقولي شباب الحركه الجاي وزير الخارجيه الفرنسي ستيفان فيجورنييه، شو رايك؟ قلت لهم صرت 100 مره قايلت لكم بديش عرسان لا سيجورنييه ولا مونبيليه. قال لا، بدنا اياكي تحضر اللقاء وتكوني بالجو يا ست بتول. ايه؟ طلعت انا على عن التينه. ايه؟ واذ وصل سجرنيك حط الرئيس هالخريطه وبلش فرك الدينان يا داليا. ايه اول شيء مسك الرئيس القلم وعمل له دويره. السهل خريطه بس مش انا مش حفرجيك على الخريطه المظبوطه يا داليا، هيك مسكرة مشان بتعرفي أسرارها. مسك الرئيس القلم وعمل له دويرة حمرة هيك على البحر، على البحر الأحمر، هالبحر الأحمر. قام الوزير أخذ القلم وعمل له حدا إكس، مفكر عم يلعبه إكس أو. قال له لا يا حمار، ها البلوك اللي بدك تحفر فيه أنت وتوتال، يلا نقبره طلعوا لنا غاز إستا أو نقلعوا من بحرنا لنجيب غيركم.
هان حس جرنيه انه مش هيك بالضبط، هيك قال له الرئيس بري. عم بنقول لك الصوره حرفيا ما عدا الخريطه، بس هي مش هي ذاتها. ماشي ماشي. رجع يا داليا، صار الرئيس يشرح له بالتفاصيل المملة. تقول الرئيس بري عايش على الحدود معنا، يقول له هن إسرائيل قصفت الدفاع المدني، وهن دمرت المزروعات، وهن قتلت الصحفية، وهن جنود إسرائيل رح ندعس بقلبهم يا داليا. وصلنا على الليطانة، مسك الوزير الفرنسي القلم وكتب له هيك، قال حزب الله السي. حزب الله السي. يا داليا قال انه بده الحزب يرجع لورا الليطانة. اخذ منه الرئيس بري هالقلم من ايده ورسم له اصبع هيك بيجي بالطول هيك للوزير الفرنسي، فينجر يعني فينجر. قام شهق الوزير وقال له انا خاد يا دولة الرئيس. بالعربي قال له اياها. مثل ما عامل لك اياها هيك بجنوبي يا داليا. ايه قال له الرئيس لا، ها اصبع الجلال. خلي الاسرائيلي ينقلع لورا اصبع الجلال هو كمان. ايه؟ في عتا بيرجع الحزب لورا الليطانة. ايه؟ ضل الوزير الفرنسي يلف ويدور يلف ويدور بده ايانا نسحب لورا الليطانة. واذ فجأة يا داليا بمد ايده على الخريطة الرئيس بري وعلى غزة وبحط هونيك شحطة. بيسأل الوزير كسكسي يا سجرنية كسكسي، بيقول له الرئيس بري هون بلشت وهون بتخلص، قل للإسرائيلي يوقف حرب على غزة. قال له سجرنية طب وإذا كمل الإسرائيلي على رفح؟ وهون برزق الرئيس بري عيناه هيك، حط ايده على حيفا وبيكتب بالفرنسي ديفاستاسيون، يعني رح ندمر حيفا يا داليا. شو قال له؟ ديفاستاسيون يا داليا. ايه اوكي. هون شو صار فيه؟ شنطه الوزير ورجع عباريز خالي الوفاض، يعني ماكل لسه هلا جاي هوكستين ونسيت قلي. هذا رح نلبسه خوذة ونطلعه على الحدود لنشرح له فيس تو فيس، لأنه شكله بيفهمش بالحكي التاني كمان يا داليا. لا بخرايط ولا بحكي يا داليا. بكل الأحوال بتقول انت كفيتي ووفيتي، احنا بانتظار لما يجي هوكستين وتطلعوه على الحدود وتجدر قليلنا الخبرية مثل ما هي. أنا شخصيا ما خدته معي وما خدي معي جو برو، حلبسها هان وصور العملية كلها يا داليا. ما عندي شك ما عندي شك، وحتى لو ما أخدتيها أنا بعرف أنك أنت رح تعرفي تعملي هيك، عرفتي مشاهد تصويرية براسك وتنقلي لنا إياها مثل ما هي. يعطيكي ألف صح يا داليا، يعطيكي ألف ألف عافية بتول، ونحن بانتظار كل المستجدات اللي أنت رح تنقلي لنا إياها.